الأحزاب وقوى التغيير المدني تلتئم تحت قبة مدرسة الفندق بالعاصمة في منتدى الحوار الوطني من أجل نصرة خير الشعب. هي خطة عمل مفصلة، استطيع أن أقول أنها يعني فيها على الأقل 60% مما ورد في خطاب رئيس الدولة. إذن هذا شيء إيجابي، بدأت شقة الخلافات يعني تضيق. هذا المنتدى لا يمثل كل المعارضة، وإنما يمثل جزء من المعارضة. إن شاء الله يجي واحد الوقت وتتوحد هذه المعارضة. المجتمعون ثمنوا دعوة الحوار الشامل التي دعت إليها السلطة، واعتبروا بعض نقاطها منطلقا لحل الأزمة إذا ما أوفت السلطة بوعودها فيما تعلق بحيادها وعدم خوضها في هذا الحوار. إذا كانت فيه هناك يعني خطوات إيجابية من طرف النظام السياسي، خطوات إيجابية من طرف قوى المجتمع، سنلتقي يعني وينطلق الحوار الحقيقي، لأنه يستحيل يكون حوار دون التقاء الطرفين اللي هو قوى المجتمع مع قوى الدولة، يعني المعارضة مع النظام السياسي. المتدخلون ركزوا أيضا على الآلية التي ستحرص النزاهة والشفافية من أجل تهيئة الظروف المناسبة التي تقود نحو الرئاسيات. لابد من لجنة مستقلة وتجريد الإدارة الحالية من إدارة الانتخابات. لجنة مستقلة يعهد إليها تنظيم الانتخابات من يوم إعداد القائمة الانتخابية إلى النطق بما نتج عن الانتخابات. منتدى الحوار الوطني قد يكون اللبنة الأولى لحوار شامل، خاصة إذا ما استدرج أحزابا وشخصيات أخرى وازنة تجمع بين الاقتراحات والتنازلات من أجل تفادي مصير مبادرات سابقة كالذي وقع مع مظافر واحد واثنان، خاصة وأن الظرف الحالي لا يسمح بالإخفاق.